رجعنا مرة تانية وهنتكلم في موضوع مهم جدا الحقيقة يخص الشباب. الشباب طبعا بعد ما بيتخرجوا من الجامعة بيبقى نفسهم يشتغلوا، بس للأسف بيواجهوا صعوبات كتير جدا لأسباب كتير جدا، منها أسباب طبعا إن في يعني قلة في يعني فرص العمل مش متوفرة كتير، في نفس الوقت في برضو متطلبات سوق العمل مختلف عن شهادة التخرج فقط، يعني سوق العمل ما بيبقاش مجرد عايز شهادة التخرج، فلازم الطالب أثناء فترة الدراسة يعمل مجهود كبير جدا عشان لما يتخرج لو عايز يشتغل يبقى عمل اللي عليه قبل ما يتخرج بحيث ان هو يلاقي وظيفة ويبقى يعني مع متطلبات سوق العمل. احنا النهاردة معانا الدكتور محمد اللقاني خبير التنمية البشرية، وكمان معايا زينب عبد الناصر هي ماجستير في اداب اعلام جامعه المنصوره، لسه مخلصه ماجستير. اهلا بحضرتك. مبروك. وانا سعيده جدا انا موجوده مع حضرتك النهارده. مبروك يا زينب. ومعايا شادي اسامه هو مدير احد الشركات، هو برضو متخرج سنه 2014. اكيد هما الاثنين يعني شباب وتخرجوا ودرسوا وبعدها اكيد كان نفسهم يشتغلوا، هنفهم برضو منهم ايه الصعوبات اللي واجهوها وهم عملوا ايه علشان يطوروا نفسهم، ده كله هنتكلم فيه. لكن خليني اكلم مع الدكتور محمد. دكتور محمد، يعني الشباب طبعا بيواجه صعوبات كتير جدا 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 بعد التخرج، لكن انا عايزة حضرتك توضح برضو انه يعني قبل ما نتكلم عن الصعوبات اللي هم بيواجهوها هم عليهم دور كبير برضو يقوموا بيه اثناء فترة الدراسة اثناء تمام. في الجامعة يعني ده ممكن يبقى الشباب كتير مش بيجي في مخهم او مش بفكروا فيه، يعني ان هم ازاي يطوروا نفسهم اثناء الدراسه مش بس الشهاده اللي بياخدوها. تمام. يا ريت حضرتك. اولا بحيي حضرتك استاذ سهى وكل الساده المشاهدين وشادي وزينب، ربنا يبارك فيكم وكل الشباب اللي بيسمعنا. احنا خلينا نتفق على حاجه، ان خلينا نقول كده فكره، شاب مركز من سنه اولى ان هو في الاجازه يستغل الفتره يروح ياخد كورسات، كورسات لغه، كورسات كمبيوتر، ياخد في التنميه البشريه، يتدرب كتير جدا جدا جدا، وليكن مثلا في كليه التجاره، فهو سنه اولى وسنه ثانيه وسنه ثالثه وسنه رابعه. في ناس، انا شخصيا خريج كليه التجاره من سنين كتير، انا كنت شغال وانا في رابعه كليه عشان شغال على نفسي من سنه اولى وثانيه وثالثه. شباب بتتخرج الوظيفه موجوده بالفعل، لكن في شاب يقول لك انا لما اتخرج ان شاء الله ابقى اخد كورسات، ابقى اتدرب، ده بيخسر كتير جدا. دلوقتي احنا بعصر السرعه، الدنيا كلها سريعه. زمان كان منحنى النجاح كده، لو انت وقفت مكانك عادي مش هتقل لكن مش هتزيد، دلوقتي منحنى النجاح كده والمنافسه شديده بالظبط، هتنحدر وهترجع كتير جدا جدا، الناس بتتصارع، فانت لازم يكون عندك مهارات ولازم يكون عندك تدريبات وحاجات قويه جدا. كلنا بنشتكي ان مفيش شغل، لا في شغل، كلنا بنشتكي ان مفيش فرص، في فرص، بس الفرص لمن يستحق واللي جاهز ليها. لو الفرصه جات لي وانا جاهز ليها وعندي المهارات اللي تؤهلني هكون رائع فضل الله تعالى، لكن الفرصه جت وانا ما عنديش خلاص، ما اقولش بقى البلد الظروف بالظبط، لان احنا كمان دلوقتي في عصر التكنولوجيا، زمان ما كناش في عصر التكنولوجيا بالزبط. فده اكيد بيلعب دور كبير جدا برضو ان احنا لازم نطور من نفسنا. الكمبيوتر ده بقى حاجه يعني عاديه دلوقتي بالظبط بالظبط، مش هو ده برضو الـ الاساس يعني، في مهارات كتير الاساس جدا. في مهارات كتير طبعا جدا، في مهارات اساسيه تمام. يعني الطالب او يعني علشان ينجح بعد التخرج يفكر ازاي يعمل ايه يعني تمام. يفكر يقول لنفسه ايه كده، لو حضرتك تقول لي بوينتس او خطوات يتبعها روعه. طيب خلينا علشان ينجح بعد الامر التخرج. انا الحمد لله رب العالمين مهتم جدا بالشباب، والحمد لله بضرب في العديد من الجامعات على مستوى مصر والحمد لله الوطن العربي بفضل الله تعالى. فدايما الشاب بيقول لي انا ما عرفتش احقق حاجه لحد اللحظه، انا مش عارف اوصل بالظبط، انا مش شايف اصلا امل بالظبط. فاساله سؤال واحد، انت عايز ايه؟ يقول لي انا عايز انجح. انت عايز ايه؟ اول حاجه حدد هدفك، حدد انت رايح فين وجاي منين، حدد انت عايز ايه بالظبط. الناس اللي مش عارفه، الناس دي بتتعب جدا وفي نفس الوقت بتخسر، ونلاقي ناس بعد ال30 بتغير المجال. تاخدوا بالكم الموضوع ده، تلاقي دكتور طبيب وبقى شيف وليه برنامج مشهور جدا، تلاقي كذا وزمايلنا وعلى دماغنا. فرائع ان انا اوصل، طب ليه ما ابداش من الاول احدد؟ طيب تاني حاجه احدد بناء على ايه؟ بناء على امكانياتي وقدراتي الداخلية، إمكانياتي الخارجية وقدراتي، مهاراتي الشخصية، إيه اللي أنا أعرف أعمله، مش إيه اللي غيري بيعرف يعمله، أنا عايز أكون زي ده. أنا مين؟ أنا عندي إيه؟
اجيب ورقه وقلم، ويا ريت الساده المشاهدين حتى يشتغلوا معانا ورشه العمل، اجيب ورقه وقلم واقسمها نصين، نقاط القوه ونقاط الضعف. بالظبط كده، ايه القدرات اللي عندي، ايه المهارات، ايه الحاجه اللي انا اعرف اعملها، ايه ناقصني، ايه البصمه، بالظبط ايه البصمه واللي تميزني انا شخصيا، والنص الثاني ايه نقاط الضعف اللي عندي. على فكره القوه ان انا اعرف نقاط الضعف اللي عندي عشان بناء عليها اشتغل عليها. العلم الحديث يقول لك ما تركز على نقاط الضعف، لا مش هركز انا عندي النقطه ديت فهحاول اعالج، لا اركز على القوه وعلي القوه، واثناء الطريق حاول تعالج نقطه الضعف هتوصل. يبقى اول حاجه حدد، تاني حاجه اعرف نقاط القوه ونقاط الضعف في قدراتي، تالت حاجه اتحمل المسؤوليه، انا مسؤول عن احلامي ومسؤول عن اهدافي ومسؤول عن الهدف اللي انا وضعته لنفسي ومسؤول عن كل الظروف حتى اللي بتحصل لي. طب ازاي ده انا غصب عني؟ لا، مسؤول عن رد فعلي تجاه الظروف. ناس كتيرة جدا من اكبر الناجحين، سير الناجحين كلهم اتعرضوا لمراحل في حياتهم، مراحل كسرة ومراحل الم. ايه الفرق ما بين الناجح وغير الناجح؟ هو مكمل برغم المشاكل وبرغم التحديات وبرغم الظروف. الغير هو مكمل، اول ما تعترضوا اي شيء يقف مكانه يقول لك لا خلاص انا غصب عني، فيبدا يقع في ثلاث امور: النقد والشكوى واللوم، يفضل ينتقد ويفضل يلوم على البلد وعلى ظروفه ويبدا يلوم. لا، انت تركز فقط لا غير، وما يكونش مركز في اللي هو المفروض يعمله علشان ينجح. بالزبط. طب هستاذن حضرتك بس هنطلع لاذان الظهر ونرجع تاني.